يا رب. متزعليش بابا، أنا بخاف عليك. ابنك زودها قوي يا عصام، ولو نزل الفيديو زي ما بيأكد كده يبقى اتفضحنا. اهدى يا فريدة. اهدى ازاي؟ بقول لك هنتفضح. انت لازم تعمل حاجة، لازم تتصرف وتوقفه عند حده. بحبك. انا مش بحب اشوفك زعلانة. انا ما اقدرش ازعل منك. انت ما شفتش عمر؟ انا عمال ادور عليه في الحفله كلها مش لاقيه. لا هو بقاله شويه مش ظاهر،